معانا زي ما قلت لحضراتكم شبكه مراسلين كبيره جدا، مريم سميح من مقر الاهلي بالجزيره، سلا حامد مقر الاهلي بمدينه نصر، وهنا ابو القاسم من مقر الاهلي بالشيخ زايد، وروزان نصر من مقر الاهلي بالتجمع. خلينا نروح نبتدي مع مريم سميح من اهلي الجزيره في البدايه. اتفضلي يا مريم. برحب بيك يا كابتن ايمن، برحب بكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان من داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره. طبعا هنقل لحضرتك ولكل متابعينا ومشاهدي قناه الاهلي اجواء ما قبل مباراه النادي الاهلي واتحاد العاصمه الجزائري في السوبر الافريقي. طبعا يعني النادي الاهلي بيبحث عن اللقب التاسع، النادي الاكثر تتويجا بالالقاب السوبر الافريقي بثمان القاب. طبعا ان شاء الله يكون النهارده النادي الاهلي يحقق ويقدر يحقق يعني اللقب التاسع، وكل يعني جماهير النادي الاهلي عندهم حاله كبيره جدا من الاريحيه، خاصه بعد الموسم الاستثنائي اللي قدر النادي الاهلي ان هو يحققه الموسم اللي فات، خماسيه اهلاويه طبعا زي ما احنا تابعنا خلال الفتره الماضيه كابتن ايمن. والحقيقه كمان الاريحيه دي يمكن منعكسه بعد معسكر النادي الاهلي بالنمسا، لان الحقيقه كل جماهير النادي الاهلي كانت بتتابع لحظه بلحظه كل اخبار المعسكر، وكمان يعني يمكن عندهم حالة من الثقة الشديدة جدا في مستر مارسيل كولر بعدما استطاع، يمكن ما كانش يعني متولي مسؤولية النادي الأهلي منذ بداية الموسم، ولكن قدر ان هو نروح لزميلتنا سلا حامد من مقر النادي الأهلي بمدينة نصر. مساء الخير يا سلا. مساء الخير يا كابتن ايمن، برحب بحضرتك طبعا وبكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه نادي الاهلي في كل مكان. وزي ما حضرتك قلت يمكن حاليا انا متواجده داخل فرع نادي الاهلي بمدينه نصر عشان انقل لكم يعني كل الامور هنا واستعدادات والاجواء قبل وبدايه انطلاق مباراه اليوم. بالتاكيد بنتكلم على مباراه الاهلي واتحاد العاصمه الجزائري، يمكن النهارده طبعا مباراه السوبر الافريقي ولو تقام وتنطلق في تمام الساعه 9 مساء اكيد بتوقيت القاهره. يمكن خليني سريعا يا كابتن ايمن اقول لحضرتك هنا يعني الاجواء قبل بدايه انطلاق مباراه اليوم. يمكن بالنسبه للاجواء يمكن احنا كنا متواجدين كفريق عمل قناه الاهلي من بدري، يمكن من الساعه 3 العصر كنا متواجدين داخل فرع النادي الاهلي بمدينه نصر. يمكن خليني اقول لك انه الاجواء كان فيها يعني حاله من الحماس وحاله من الفرحه من اعضاء النادي الاهلي، لان طبعا النهارده هيتفرجوا على اول مباراه يمكن بعد التوقف وبعد نهايه الموسم الماضي، اول مباراه رسميه بالنسبه لفريق النادي الاهلي. النهارده في حماس كبير موجود وفرحه كبيره عند جميع اعضاء النادي الاهلي لمشاهده فريقهم النهارده، يمكن زي ما بيقولوا يعني ملك وبطل افريقيا النهارده هيطل على عشاقه وهم جماهير النادي الاهلي واعضاء النادي الاهلي. كمان خليني اقول لك بالنسبه لاستعدادات النادي الاهلي او اداره النادي الاهلي في فرع مدينه نصر بالنسبه لاعضاء النادي الاهلي، يمكن امبارح يعني من بعد ما النادي قفل ابوابه وكل الاعضاء يعني مشوا من فرع النادي الاهلي بمدينه نصر، بدا يعني على طول جميع افراد الامن واداره النادي الاهلي بالتجهيز يعني جميع الشاشات وجميع المقاعد لكل اعضاء النادي الاهلي. يمكن التجهيزات دي كانت من امبارح والنهارده الصبح كانت كل التجهيزات بتتم على ما يرام وعلى اجمل وجه طبعا بالنسبه للاعضاء. يمكن يعني جميع افراد الامن يعني متواجدين في كل مكان، وفروا اكثر من شاشه لعرض مباراه اليوم، يمكن في خمس شاشات النهارده في خمس اماكن زي المبنى الاجتماعي، في شاشتين في شاشه الرئيسيه في حديقه الاطفال او الحديقه الرئيسيه، كمان في شاشه هنا في الفود كورت في المكان طبعا اللي انا واقفه فيه، وفي شاشه في مبنى النشاط الرياضي وبالتاكيد عند المنطقه الترفيهيه. خمس شاشات في جميع يعني الاماكن داخل فرع النادي الاهلي بمدينه نصر عشان الكل يبقى عنده الامكانيه ان هو يتفرج النهارده على المباراه بشكل جيد. يمكن دي التجهيزات ودي التحضيرات لحد دلوقتي يا كابتن ايمن بالنسبه لفرع النادي الاهلي بمدينه نصر، وان شاء الله يعني مع اقتراب موعد المباراه هيزداد كمان اعضاء النادي الاهلي وهيكونوا متواجدين في كل مكان بالاخص امام الشاشه الرئيسيه وهي الشاشه العملاقه في الحديقه الرئيسيه. كانت دي يا كابتن ايمن كانت سريعا الاجواء هنا قبل وبدايه انطلاق مباراه اليوم. والان العوده مره اخرى للاستوديو طبعا الكلمه ليك، تفضل. شكرا للزميله سلا حامد من اهلي مدينه نصر. ومن اهلي مدينه نصر نروح لزميلتنا هنا ابو القاسم من مقر النادي الاهلي الشيخ زايد، نطمن على الاحوال هناك. مساء الخير يا هنا.
برحب بيك يا كابتن ايمن وبكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. وزي ما حضرتك قلت من داخل فرع النادي الاهلي بالشيخ زايد هنقول لكم بقى كل الاجواء وكمان الاستعدادات قبل طبعا انطلاق المباراه المرتقبه والسوبر الافريقي بين بطل دوري ابطال افريقيا النادي الاهلي وبطل الكونفدراليه طبعا الاتحاد العاصمه الجزائري. يعني خليني اقول لحضرتك بقى يا كابتن ايمن انه في حاله من الحماس والترقب طبعا لمباراه النهارده، يعني في حاله من الاشتياق كمان، الكل مشتاق ان هو يشوف رجال النادي الاهلي مره اخرى في السيزون الجديد، كمان في حاله من الحماس، كله عايز يشوف بقى النادي الاهلي هيقدم ايه، خصوصا طبعا ان مستر مارسيل كولر في الفتره الاخيره وفتره الاعداد كان عامل اغلاق تام على الفريق، فبقى كله متحمس ان هو يتابع طبعا رجال النادي الاهلي النهارده. كل توفيق طبعا لرجال النادي الاهلي، ان شاء الله بقى كالعاده يفرحونا، يعني موسم جديد، طموحات جديده، وان شاء الله انجازات جديده، ونكون بنحتفل مع اعضاء النادي الاهلي بعد فوزنا بالسوبر الافريقي. خلوني بقى كمان انقل لكم الاجواء داخل فرع النادي الاهلي بالشيخ زايد. كالعاده اعضاء النادي الاهلي بداوا التواجد في الفرع يعني يمكن منذ ساعه، وطبعا اعدادهم بتزداد على مدار طبعا اليوم، وكل ما بنقرب اكتر من موعد المباراه اللي هي طبعا هتقام في الساعه 9 مساء. خلوني بقى كمان اقول لكم انه النهارده الحقيقه لايف مميز جدا، لان المنطقه اللي انا طالعه منها النهارده دي منطقه جديده داخل فرع النادي الاهلي بالشيخ زايد، كان افتتحها كابتن محمود الخطيب الشهر اللي فات. كل ده طبعا لخدمه اعضاء النادي الاهلي، وكده بقى موجود في فرع النادي الاهلي بالشيخ زايد شاشتين عملاقتين، كل ده طبعا لخدمه الاعضاء. حقيقه مجهود كبير جدا مبذول من قبل الاداره طبعا عشان يوفروا بقى الراحه والمتعه لاعضاء النادي الاهلي. طبعا هنكون معاك يا كابتن ايمن على مدار اليوم عشان نقول لكم كل الاجواء والاستعدادات داخل فرع النادي الاهلي بالشيخ زايد، والان العوده ليكم مره اخرى في الاستوديو. شكرا جزيلا للزميله العزيزه هنا ابو القاسم. ومن مقر الاهلي الشيخ زايد نروح سريعا لزميلتنا روزان نصر باهلي التجمع. مساء الخير يا روزان. برحب بيك كابتن ايمن وبرحب بكل مشاهدين قناه النادي الاهلي في كل مكان من النادي الاهلي فرع التجمع الخامس، متواجده طبعا مع حضراتكم لنقل يعني اجواء ما قبل مباراه الاهلي واتحاد العاصمه الجزائري طبعا مباراه السوبر الافريقي. خليني طبعا كابتن ايمن قبل ما انقل لكم الاجواء اللي موجوده هنا في الفرع، يعني اقول ان النادي الاهلي هو الاكثر تتويجا طبعا لقب كاس السوبر الافريقي، يمكن حقق هذا اللقب في 8 مناسبات سابقه. خليني طبعا اقول بقى ان الاجواء هنا حماسيه جدا، الكل طبعا مشتاق النهارده يتابع هذه المباراه، خصوصا يعني بعد التوقف اللي كان متواجد، وكمان بعد فتره الاعداد اللي كلنا تابعناها في النمسا اللي هي كانت الحقيقه يعني مارسيل كولر حقق فيها طبعا نجاح قوي جدا، فالكل متحمس النهارده يشاهد هذه المباراه. الاعضاء متواجدين من بدري جدا يا كابتن ايمن لحجز طبعا مقاعدهم امام شاشات العرض الرئيسيه، رجال الامن متواجدين طبعا في كل مكان لتنظيم هذا التزاحم، يعني الحقيقه سواء كبار السن او الاطفال الكل هنا متحمس، الكل هنا بيشجع النادي الاهلي واحنا كمان بنشجع النادي الاهلي معاهم. يعني كل توفيق اليوم في مباراه الاهلي امام اتحاد العاصمه، ونرجع لك يا كابتن ايمن كالعاده محتفلين بالفوز. دي كانت كل الاجواء من اهلي التجمع، والان العوده ليك مره ثانيه كابتن ايمن. شكرا جزيلا للزملاء الاربعه من مقرات الاهلي المختلفه، وهنرجع تاني لزميلتنا مريم سميح، يبدو ان عندها جديد. اتفضلي يا مريم. برحب بيك يا كابتن ايمن مره تانية، وبرحب بكل متابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان طبعا، يعني من داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره. نقل لك كل اجواء ما قبل مباراه النادي الاهلي واتحاد العاصمه الجزائري في السوبر الافريقي، والنادي الاهلي بيبحث عن اللقب التاسع، النادي الاكثر تتويجا بالسوبر الافريقي بثمان القاب. طبعا يعني يا كابتن ايمن عايز اقول لك يعني حاله كبيره من الاريحيه بتسيطر على جميع اعضاء النادي الاهلي بمقر النادي الاهلي بالجزيره، خاصه بعد الموسم الاستثنائي اللي قدر النادي الاهلي ان هو يحققه خماسيه اهلاويه زي ما احنا تابعنا طبعا، ويعني عندهم ثقه كبيره جدا في المدير الفني مستر مارسيل كولر بعد ما قدر ان هو يحقق موسم استثنائي خلال الفتره الماضيه، على الرغم من ان هو ما تولاش يعني مسؤوليه الفريق من بدايه الموسم، وعشان كده بقى واثقين يعني في بدايه هذا الموسم، خاصه ان هو تولى المسؤوليه منذ البدايه، وكمان يمكن كل ده انعكس من معسكر النادي الاهلي بالنمسا اللي كلنا تابعناه خلال الفتره الماضيه، وايضا عندهم ثقه كبيره
كبيرة جدا في الصفقات الجديدة وفي عودة المعارين مرة تانية، عشان كده معتمدين اعتماد كامل على فريق النادي الأهلي النهاردة. ويمكن كمان يعني كان لينا أحاديث جانبية مع أعضاء النادي الأهلي، و يعني كانوا بيتكلموا عن فكرة كمان جمهور النادي الأهلي يا كابتن أيمن اللي شافوه عبر شاشات قناة النادي الأهلي طبعا لحظة بلحظة، ويمكن شافوه في السعودية إزاي بيؤازر النادي الأهلي، وعلى طول أول ما نزل التذاكر يمكن نفذت بعديها يمكن بسبع دقائق أو بدقائق قليلة جدا، فعلشان كده هم واثقين ثقة كاملة إن شاء الله في مباراة اليوم. خليني بقى أقول لك يا كابتن أيمن عن أجواء اليوم يعني وتحضيرات مقر النادي الأهلي بالجزيرة، يمكن وفروا ما يقرب من 2500 مقعد في محيط الشاشة الرئيسية، في 12 شاشة رئيسية، يمكن الشاشة كمان الكبيرة أو الشاشة الضخمة، وبخلاف الشاشة الرئيسية في 11 شاشة أخرى في يعني كل أجواء النادي الأهلي أو في عدد من أروقة النادي الأهلي طبعا. يمكن كمان خليني أقولك كابتن أيمن أن كل المنافذ شغالة بشكل كامل، رفعوا حالة الطوارئ طبعا، ويمكن كمان إدارة الخدمات وإدارة الأمن لغوا كل الأجازات الخاصة بالعاملين في الإدارتين علشان يكونوا موجودين طبعا في هذه المباراة الهامة. خليني أقولك كمان يعني يا كابتن أيمن ان جميع افراد الامن والخمس بوابات شغاله بفول كاباسيتي عشان تستقبل اعضاء النادي الاهلي، وعلى الرغم من المباراه لسه يعني هتبدا في تمام الساعه 9 مساء، الحقيقه ان النادي الاهلي كان بيستقبل اعضائه منذ الصباح الباكر، خاصه النهارده يوم اجازه، والحقيقه يعني في عدد كبير جدا من المقاعد بيتم تجهيزها امام الشاشه الرئيسيه، ودي هتفتح يعني قبل يمكن بدء المباراه بساعه واحده فقط. يمكن يعني الاعضاء بيتوافدوا على مقر النادي الاهلي بالجزيره لحظة بلحظة، والحقيقة ان النهاردة هم استغلوا النهاردة يوم جمعة ويوم اجازة علشان يكونوا متواجدين مبكرا عن موعد المباراة اللي هتبدأ ان شاء الله في تمام الساعة 9 مساء، وان شاء الله يكون اللقب التاسع في تمام الساعة 9 مساء. بإذن الله. بشكرك جدا كابتن ايمن، الكلمة ليك مرة اخرى. شكرا جزيلا الزميلة العزيزة مريم سميح. طبعا اطمنا على الاجواء في مقرات النادي الاهلي الاربعة والتجهيزات يعني بصراحة على اكمل وجه، وده دور دايما مجلس ادارة النادي الاهلي، وخاصة على مش عايز اقول بقى ان في فروق كبيره جدا 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 بين النادي الاهلي وبين اي نادي تاني. انا عايز السنه دي ببتدي بدايه جيده، لا عايز اتكلم في حاجات فيها نقد جامد ولا عايز اتكلم في حاجات انتوا عارفينها عن النادي الاهلي. دي طبيعه النادي الاهلي دايما، ودي طبيعه مجالس ادارات النادي الاهلي دايما، وخصوصا مجلس الاداره الحالي بقياده الكابتن محمود الخطيب.